ايه؟ هو انت في حاجة ضايعة منك جاي تدور عليها هنا في المكتب؟ انا؟ لا خالص والله، انا الحمد لله كل حاجاتي معايا. طب كويس خالص، يبقى انت جاي ليه بقى؟ وحشتوني. فقلت اجي اشوفكم، اشوف مدام جيهان حبيبتي وجو المساعد بتاعي اللي افتكر نفسه محامي وهيقدر يقف قصادي ويناطحني رغم انه فاشل. تربيتك يا استاذنا. لا لا لا، انا ما بربيش الفشل ده يا حبيبي. عاوزه تعرفي انا جاي لك ليه يا جيجي؟ جاي عشان اتفرج عليكي واوثق اللحظه. واتفرج؟ جرأة انت هتستعبط ولا ايه؟ لا والله خالص مش بستعبط. هو انت ما تعرفيش ان منال اخت محارب اتخطفت من جنب الحاره والبوليس قلب الدنيا واتبعوا العربيه اللي خطفتها، ولما يتبعوا العربيه هيلاقوها ركنت قدام بيت، وزمانهم لقوها دلوقتي وشويه وهيجوا على هنا عشان يقبضوا عليكي. مش عارف اتاخروا كده ليه، لازم يجوا من بدري. لا ما ينفعش كده، انا ورايا مواعيد. وانا فاضي اقول ايه انا للراجل اللي مستأمني على اخواته؟ واحد راح والتانية في السكة. فلا الله ولا فلك يا اخي، ان شاء الله البنت هترجع باذن الله. يا رب يا رب. يا ترى انت فين يا منال يا بنتي دلوقتي؟ لا ومنال لسه امين الشرطة مكلمني. بجد والله؟ يا فرج الله يا فرج الله. يا ما انت كريم يا رب. طب وهي عاملة ايه؟ كويسة؟ شفتها؟ عرفت ايه؟ لسه هعرف ان شاء الله خير. يا رب يا رب يا حبيبتي تكوني بألف خير يا رب. أنا طالع الاسم الوقت أفهمهم اللي حصل بالظبط. استنى هنا، احنا كلنا جايين معاك. يلا يلا يا عم جلال. يلا بينا. يلا. مصدق ايه في المحل؟ ماشي حاضر. استنى جاي معاك. ألو مين معاك؟ محارب؟ انت عارف انها هتخرج، مفيش حاجه تثبت ان ليها علاقه بالموضوع ده، ده اي محامي جديد يقدر يخرجها. بس يا حبيبي بس يا بابا، يا خساره يا جو، كنت فاكر ان انا علمتك حاجه. بس هو دايما الاستاذ كده، ما بيقولش كل حاجه عشان الاستاذ يفضل استاذ والتلميذ يبقى تلميذ. انت شايف نفسك ان انت الوحيد اللي بتفهم في كل حاجه؟ طبعا طبعا انا الوحيد اللي بيفهم في كل حاجه. واقول لك الانقح، وانا الوحيد في الدنيا دي يا جيجي اللي يعرف يوقعني. ده حول الله يا رب. تلاقيها جايه تقول لك ان البوليس جه بره وبيستاذنوا عشان يجوا يقبضوا عليكي. هو في حد بره؟ لا خالص مفيش الكلام ده، في حد بس جاب الظرف ده واكد على الامن ان حضرتك تستلميه، مكتوب عليه انه من استاذ حسام الجيوشي. انا ما بعتش ملفات، يعني ايه؟ هو انت مش خلاص قلت اللي عندك؟ ما تتفضل بقى. هتفضل ايه؟ انا ما بعتلكيش ملفات. في ايه؟ في ايه يا جيهان؟ نهار اسود، ده من محارب. محارب؟ اللي بتقوليه ده يا مريم ما ينفعش. يا سلام، هو اللي حصل ده هو اللي ينفع؟ الامور ما بتتحلش كده، ما ينفعش تقولي ههد المعبد على اللي فيه. لا انا هعمل كده لان انا من الاصل كنت مغفله. ايوه بس الراجل اللي انت عايزه تعملي فيه كده يبقى ابو ابنك الوحيد. طب لما ابنك هيسال عليه هتقولي له ايه؟ هقول له سافر ومش هيرجع تاني. انا مش عارفه انت جبتي القسوه دي كلها منين. لما تقعدي على كرسي بعجل الفتره دي كلها وتكتشفي ان سبب قعدتك دي اقرب حد ليكي وان حبه ليكي كان مجرد كذبه، كذبه كبيره قوي، هتتعلمي القسوة. طب يا مريم لو سمحتي ارجعي عن اللي انت عايزه تعمليه. لا. ايوه حسام بيه، في ظرف فعلا حد سابه ومشي. حد؟ حد مين؟ حد بتاع دليفري، حتى احنا استغربنا. بقول لك ايه؟ الظرف ده تخليه معاك لحد يشوفه ولا حد يفتحه. وطلع لي كل تفريغات الكاميرات، انا عايز اشوف الواد ده شكله ايه. حاضر يا فندم، حاضر.